Salam aleykum, Abdullah, zəhbədə qədrəmin, inşallah, rəbbət günü xeyr üzlərinə. Ehnə inşallah, nəhərdə ələdə nətkəlləm ələ əvəl məhadrə fəl biochemistry, əllə hu məduə al-biological membrane. Fəl bədəyə bəs ələdə, yəni, əizə nəbbəkə al haqqtin əblə mən ibdəq şərh, yəni, fəl məduə bətənə. المادة بتاعتنا أولاد اللي هي البايوكيمستري معتمدة في الأساس على شوية مفاهيم رئيسية، يعني كل شابتر يبقى له زي مفاتيح كده. لو حضرتك فهمتها في الأول أو شوية مفاهيم كده حضرتك استوعبتها في الأول، بتلاقي الشابتر كله بيدور حوالين المفاهيم الرئيسية دي، وهناخد مثال على كده إن شاء الله إحنا بنشرح السير من بيه. تاني حاجة برضه أولاد من النصائح المهمة اللي عايز حضرتك تاخد بالك منها، أنت لما تيجي تذاكر يا ريت دايما يكون قصاد حضرتك السورس اللي انت بتذاكر منه، الكتاب، الكليه، ورق موجود في المكتبه، اي مكان. ليه ده بقى بيفرق او ليه ده مهم جدا؟ لان حضرتك تيجي دلوقتي تسمع شرح الدكتور، لو انت بتكتب في نوته او في كراسه حضرتك هتيجي بعد ما خلاص انت استوعبت الموضوع او اعتقدت انك مستوعبه كويس، هتبدا ان انت تروح تذاكر من كتاب، ما هو ده السورس اللي انت بتذاكر منه. هتيجي تذاكر منه هتلاقي فيه كلمة ما انتش فاهمها، تلاقي فيه سطر ما انتش فاهمه، بالذات في سنة أولى الكلام ده ممكن يعطلني، ممكن يقفلني أصلا من المذاكرة، لأن الدنيا بتبقى في الأول صعبة شوية قبل ما بنترجم الكلام والدنيا بتمشي. لكن لو أنا الدكتور هو بيشرح وأنا قصادي السورس وبذاكر منه كلمة بكلمة ماشي معاه، أجي أذاكر مش هيبقى فيه أي حاجة جديدة، الموضوع خلاص تحصيل حاصل، أنا مجرد بعدي على الكلام اللي أنا أوريدي عديت عليه كلمة كلمة أصلا والدكتور بيشرح. دي من الحاجات المهمة جدا، وبالذات في سنة أولى. السنين اللي بعد كده هتلاقي نفسك خلاص إن بدأت إن أنت تستوعب الموضوع، حتى إيه بتقدر تفهم الكلام بمجمله كده، مش محتاج حد يقرأ معاك سطر سطر، لكن في سنة أولى الموضوع ده بيبقى مهم شوية. برضه أولاد نصيحة، ودي بقولها لحضراتكم في الأول، يعني في أول يوم في الكلية حضرتك لازم تبقى عارف الكلام ده. احنا في سنة أولى أولاد قبل كده كان النظام إيه، عشان بس تبقى مستوعب نظام الامتحان، كان بيجي يقول لحضرتك مثلا سمع جزء معين، مجرد تسميع، يعني يقول لي مثلا التعريف، قول لي المكونات، قول لي معرفش الأسباب، فأنت تقوم جاي كاتب 1 2 3 زي ما مكتوب كده في الكتاب وتاخد الدرجة وخلاص. النظام الجديد أولاد الكلام ده اتغير تماما، بقى الامتحان يعني 50% على الأقل معتمد على حاجة اسمها نظام الام سي كيو، يعني أعتقد سمعت عنه، اللي هو نظام الاختيار من المتعدد، جيب لك سؤال وله كذا اختيار. طيب إيه فايدة إن أنا أعرف الكلام ده؟ زمان وأنا بذاكر كان يكفيني جدا إن أنا أقوم جاي واخد الشابتر ده حافظ الكلام ده، أخش بالامتحان أسمعه كده زي ما هو ومفيش أي مشكلة خالص. لكن دلوقتي طلبة كتير، والكلام اللي أنا بقوله لكم ده نتيجة خبرتي وتعاملي مع الطلبة، بيجي يقول لي إيه، والله يا دكتور أنا مذاكر الموضوع وفاهمه كلمة كلمة، ودخلت في الامتحان نص الأسئلة ما بقتش عارف أترجمها ولا عارف أفهمها. طب الخلل أو المشكلة، أنا بقول لك الكلام ده ليه من أول يوم؟ عشان وأنت بتذاكر تبقى الكلام ده في دماغك، فأنت هتيجي أول ما تذاكر عارف إن نظام الامتحان هيجي ام سي كيو، أنا مش هينفعني إن أنا أقعد أحفظ وأصم كده ومفكر ان الامتحان هيجي بالطريقه دي، لا، امال اعمل ايه؟ يعني ايه حل الموضوع ده بقى؟ حل الموضوع ده ان لازم تحل ام سي كيو. طب هجيب الام سي كيوهات منين؟ المكاتب مليانه، ما تقلقش من الناحيه دي، انت بس روح اي مكتبه. انا ما بقولكش على صوص وبرلك على حاجه، انا بقولك على الفكره نفسها، انك تمرن نفسك على الاسئله. هجيب الدرس ده انا ذاكرته خلاص وفهمت الموضوع، وجاي واخد الاسئله بتاعته حللها. فايده الاسئله ان انا ببدا اشغل دماغي واشوف الاسئله شكلها بيجي عامل ازاي، سؤال عطلت فيه ابدا ان انا ادور على اجابته وابدا افهم ان هما في الامتحان بيجيبوا الجزئيه دي بالشكل ده او بالطريقه دي، هم دماغي تبدا تتحرك في حاجات انا ما كنتش معتقد ان ممكن يجي فيها اسئله. ممكن سطر واحد زي ده، زي ما هديكم مثال واحنا بنشرح، تلاقي سؤال 4 أو 5 أسئلة جايين على نفس السطر ده بس بشكل مختلف، ساعات أصلا ما تبقاش فاهم السؤال وعايز يسأل على إيه. يبقى حل الـ MCQ، وأنا بقول الكلام ده بلا مبالغة، بنسبة 50% مذاكرتك للموضوع، 50% مش أقل من كده، إنك تحل على الموضوع ده لازم. في النظام القديم كان 10% بس حل، أنت 90% هتخش تحل، ونادرا لو جاب لك سؤال لافف ولا حاجة، لكن دلوقتي نص الامتحان بالمنظر ده، حضرتك لازم تحل ام سي كيو، ولازم تتدرب على الأسئلة، ولازم تشوف الدنيا بتمشي ازاي، علشان ما تخشش في الامتحان تتفاجئ. أنت لما تبقى ممرن نفسك واخد على الكلام ده، تخش الامتحان تلاقي الموضوع مجرد إن شاء الله حاجة بسيطة بإذن الله.
خلاص المادة بتاعتنا إن شاء الله أولاد ما فيش منها قلق ولا في منها بإذن الله بأمر الله حاجة صعبة خالص، بس لو حضرتك مشيت على الحاجات اللي أنا بنصحك بيها وقلتها لك دي إن شاء الله الدنيا هتمشي ممتازة وهتمشي كويسة جدا بأمر الله. طيب تعالى نبدأ كده مع بعض على الموضوع بتاعنا اللي هو البيولوجيكال ميمبري. كلمة بيولوجيكال دي يا ولاد في البداية كده احنا طبعا عشان مراعاة ان انت لسه سنة أولى ولسه في البداية هنحاول نمشي مع الكلام كلمة بكلمة كده ايه نتركها. طيب في البداية يا ولاد كلمة بيولوجيكال دي بالعربي يعني ايه؟ حيوي. يعني نقصد بيها ايه يا ولاد؟ نقصد بيها حاجة موجودة جوه الكائن الحي. المادة بتاعتنا اللي هي الكيمياء الحيوية دايما بتتكلم على الحاجات الموجودة في الكائن الحي. وكلمة ميمبرين بالعربي يعني ايه؟ يعني غشاء. يبقى كلمة بيولوجيكال ميمبرين هو بيتكلم على الغشاء سواء اللي بيحوط الخلية من بره أو زي ما هنعرف احنا بنتكلم دلوقتي في عضيات موجودة جوه الخلية برضو زي ما انت شايف كده حواليها زي جدار كده أو غشاء. طيب لو اتكلمنا على أول حاجة أولاد في الموضوع اللي هي الديفينيشن، طبعا كلمة ديفينيشن اللي هي التعريف. زي ما حضرتك شايف كده في البداية هو بيقول لك إن الممبرين ده separate the cell from surrounding environment. separate طبعا يعني يفصل وبيفصل البيئة الخلية سوري عن البيئة المحيطة. يعني ايه؟ يعني ده دلوقتي يا ولاد نسيج معين، نسيج كبد مثلا، نسيج كلى، نسيج خلايا جلد، اي حاجة. عندي خلية اهي زي ما حضرتك شايف سيل، طبعا الكلمة دي اظن انتوا تعرفوها اللي هي الخلية، موجودة اهي الخلية وفي حواليها خلايا اخرى. طب انا دلوقتي يا ولاد محتاج حدود اللي انا بشاور لحضرتك عليها دي، فاصلة بتفصل الخلية دي عن الخلية المجاورة ليها. زي كده الأوضة، حضرتك ليك أوضة في البيت ليها جدار بيفصلها عن الأوض اللي حواليها عشان برايفسي، عشان تبقى قاعد في أوضتك براحتك بتعمل اللي انت عايزه، بتذاكر، بتعمل اي حاجة، في خصوصية، في جدار بيحوط. فالخلية دي لها أنشطة بتقوم بيها جوه الخلية، بتحرق مواد معينة، بتستهلك حاجة ممكن تكون مختلفة عن الخلية اللي جنبها. فأنا محتاج يبقى في فاصل اللي هو الجدار ده كده بيفصل الخلية دي عن الخلايا المحيطة بيها. تاني حاجة بيقول لي إن هي subdivide يعني بيقسم the cell into compartment. كلمة compartment يا ولاد يعني أجزاء. يعني إيه؟ يعني حضرتك لو مسكت الخلية دي كده، دي خلية أهي تمام، انا ملاحظ ان هي متقسمه جوه اهي الى اجزاء، الجزء ده كده وده كده وده كده وده كده. ايه الاجزاء دي؟ دي عباره عن عضيات. نسمع برضو في ثانوي اكيد عن النواه، الميتوكوندريا، الجهاز الجولجي، الكلام ده ان شاء الله تاخدوه في الهيستولوجي. عضيات موجوده جوه الخليه، كل عضيه بيبقى موجود حواليها زي ما حضرتك شايف كده جدار بيفصل الخليه دي عن الايه؟ عن سوري، بيفصل العضيه دي عن اللي حواليها. لدرجة أولاد انتوا برضو عشان تبقوا حضراتكم مستوعبين الفكرة او فاهمين احنا نقصد ايه بالظبط، لو الجدار أولاد مثلا اللي حوالين النواة ده باظ، يعني زي ما حضرتك شايف كده اتفتح، هتبدأ الحاجات اللي كانت موجودة جوه النواة تخرج للخارج، صح كده؟ الموضوع ده ممكن يدمر الخلية وممكن يعمل لي مصايب كتيرة جدا زي ما هنعرف واحنا بنتكلم. يبقى أنا يا ولاد لازم يبقى عندي غشاء حوالين الخلية هيفصل الخلية دي عن الخلايا المجاورة ليها، ده رقم واحد. رقم اتنين، جوه الخلية في عضيات، كل عضية لازم تبقى مفصولة أو مستقلة عن العضيات اللي حواليها، برضو كل واحدة منهم ليها غشاء بيفصلها عن اللي جنبها. تمام كده؟ يبقى احنا خدنا في البداية أول حاجة في الموضوع اللي هو الديفينيشن أو التعريف، فرشة كده للموضوع بيفهمني إيه الحاجات اللي أنا هتكلم عليها. طيب تاني حاجة يا ولاد هنتكلم عن حاجة اسمها كيميكال كومبوزيشن اللي هو التركيب الكيميائي. يعني الغشاء اللي موجود حوالين خلية، تعالوا كده نعلم عليه مع بعض اللي هو ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. عايز حضرتك لو سمحت تفهمني الغشاء ده مكون من ايه. تعالوا كده نفكر مع بعض. رقم واحد بيقول لي ان هو عبارة عن ليبيد، دهون. رقم اتنين بروتين. رقم تلاتة كربوهيدرات. طيب في كلمة كده معلش قبل كلمة ليبيد انا مش فاهمها، نفهمها دلوقتي مع بعض ما تقلقش، احنا كلمة بكلمة ان شاء الله بنمشي مع بعض. طيب بس قبل ما نشرح الكلمة دي يا ولاد في حاجة مهمة عايز اخد بالي منها، هو الترتيب ده مهم؟ يعني انا ايه ممكن اقول الكربوهيدرات الاول والبروتين ولا الترتيب ده له معنى؟ طبعا الترتيب ده له معنى، حضرتك هتتعلم في الطب ودي من الحاجات المهمة جدا لازم تبقى عارفها من البداية. انا ممكن اقول لك ايه اسباب المرض الفلاني، تلاقي 10 اسباب. طب انا كدكتور هل العشر اسباب دول كلهم زي بعض؟ يعني ينفع احط السبب رقم 10؟ لا طبعا، لازم نمشيها بالترتيب. ليه؟ المرض ده 90% من الاسباب بتاعته رقم واحد، السبب الاولاني ده اهم واحد.
فما ينفعش ان انا ايه اقول اي حاجات كده وخلاص، لا ده انا دكتور يعني كل كلمة بذاكرها ليها معنى وهتفرق في حاجة. فالخلية دلوقتي الجدار بتاعها بيقول لي رقم واحد الليبيد، بمعنى ايه؟ انا عايزك بس بص على الرسمة دي، احنا لسه هنتكلم عنها كمان شوية. شايف الكور الصفرة دي؟ الاصفر دايما في الرسومات بيرمز للدهون، فانت من نظره كده انت لسه مش عارف حاجه ولا عارف تفاصيل ولا حاجه، بس من النظره الاوليه كده انا ملاحظ ان الجدار بتاع الخليه ايه، 90% منه 80% منه عباره عن دهون، يبقى ده المكون الرئيسي. الغشاء اللي حوالين الخليه غشاء دهني، دي رقم واحد اول كلمه لازم اعرفها. تاني حاجه، تاني مكون اللي هو البروتين، شايفين الكور الكبيره دي يا ولاد، دي كده ودي كده ودي كده، ده عباره عن ايه؟ بروتين. انا ملاحظ برضو انها ايه مش قليله، موجوده بنسبه محترمه. كل واحدة من دول هنعرف هي عبارة عن ايه بالظبط، هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن احنا بس في البداية كده ايه بنفتح بس في الموضوع. يبقى هو رقم واحد الغشاء ده عبارة عن دهون، ده أول مكون. تاني حاجة بروتينات، تالت حاجة كربوهيدرات اللي هي السكريات، دي إن شاء الله برضو هنعرف إن هي موجودة كده حوالين غشاء جزء أو مكون من الخلية، من الغشاء بتاع الخلية، بس يا أولاد بتمثل حوالي مثلا من 2 لـ 10%. يعني نسبتها كبيره ولا قليله؟ يعني ممكن تكون 2% 3% 4%، نسبه قليله. عشان كده هو حاططها لي رقم ايه؟ 3. يبقى لما اجي اقول حد يسالني ما هي المكونات بتاع جدار الخليه، رقم واحد هقول له ان هي عباره عن ايه؟ ليبيد. رقم 2 بروتين، رقم 3 كربوهيدرات. طيب تعالوا اول حاجه نتكلم عنها هي الليبيد، وتعالوا مع بعض يا اولاد نفهم الكلمه دي كده بعد اذن حضرتك. يلا بينا. في البدايه بس يا اولاد يا ريت حضرتك قبل ما نفهم كلمه انفيباتيك نكتب مع بعض التلات كلمات. المقاطع طبعا يا اولاد اللي بتستخدم غالبا في البايو او في الطب بصفه عامه، مقاطع بتبقى لاتينيه مش انجليزيه. فاول كلمه عايزين نعرفها مع بعض كلمه هيدرو، يا ريت كده تيجي في اي جزء فاضي وتكتب التلات كلمات دول. كلمه هيدرو يعني ماء، او هيدرا يعني ميه، ووتر. طيب كلمه فيلك يعني محب، ومقطع فوبك يعني يكره. احنا عندنا ثلاث كلمات، هيدرو يعني مية، فيلك يعني يحب، وفوبك يعني يكره. يبقى انا يا اولاد لو ركبت اول مقطعين دول مع بعض، يعني قلت هيدرو فيلك، تبقى ترجمتها ايه؟ بيحب المية. طيب لو انا ركبت المقطع الاولاني ده مع المقطع الاخير، يعني قلت هيدرو برضو بس فوبك، يبقى معناها ايه؟ كاره للمية. احنا هنكتب برضو الكلمتين دول، يبقى كلمة هيدرو فيلك هي بالعربي يعني محب للماء. طيب كلمة هيدروفوبيك يا ولاد يعني ايه؟ يعني كاره للماء. طيب فحد هيقول لي ايه؟ هيقول لي والله يا دكتور انا الكلام اللي حضرتك كاتبه ده انا فهمته كمعنى، لكن انت تقصد بيه ايه برضه؟ يعني حاجة ايه؟ يعني ايه بتحب مية؟ يعني ايه بتكره المية؟ احنا عندنا يا ولاد ده لفظ كيميائي، هتسمعه برضه في الهيستولوجي، ده لفظ كيميائي. يعني ايه؟ يعني لو انا جبت لك مادة اللي انا برسمها لحضرتك دي كده، انا ما قلتلكش لسه زي ايه، بس مثلا زي السكر كويس، وبعدين كده ببص انا على الجزيئات بتاعه السكر او زي الملح برضه، ايه راي حضراتكم يا اولاد؟ السكر والملح الجزيئات بتاعتها بتدوب في الميه ولا لا؟ بتدوب طبعا في الميه. فاي ماده يا اولاد بتدوب في الميه اسمع معايا كده، بنقول عليها محبه للماء، هيدروفيلك. تمام. طب لو انا جبت لحضرتك حاجه زي الدهون، احنا نعرف اكيد مع بعض يا اولاد الحكايه دي سهله. الدهون مواد بتبقى ايه؟ هل بتدوب في الميه؟ يعني انت لو حطيت شويه زيت كده في الميه هل هيدوبوا في الميه؟ مش هيدوبوا في الميه. عشان كده بيقولوا على جزيئات الزيت او الدهون انها ايه؟ كارهه للميه. يبقى احنا عندنا يا اولاد كلمه محب للميه اكتب عليها كده بالعربي يعني يذوب في الماء، وكاره للميه يعني ايه؟ يعني ما بيدوبش في الميه كويس، ما بيحبش الميه يعني ما بيدوبش في الميه كويس. مثال على الجزيئات اللي بتحب الميه الملح والسكر، والجزيئات اللي بتكره الميه اللي هي الدهون. طيب معلش بس قبل ما نعدي الحته دي، يجي حد يقول لي يا دكتور يعني انا دلوقتي اعرف منين اذا كانت الماده دي هتدوب في الميه كويس ولا لا؟ تعالوا نتفق مع بعض على حاجه. لو انا جيت بصيت على جزيئات الماده دي لقيتها مشحونه يعني تحمل شحنات، طب شحنات موجبه ولا سالبه يا دكتور؟ ما يفرقش معايا موجب او سالب، المهم ان هي تعالوا نكتب عليها كده بالعربي مشحون. اي جزيء يا اولاد بالنسبه لنا في الكيمياء مشحون يحمل شحنات، الجزيء ده هيكون بيدوب في الميه كويس وهنسميه هيدروفيلك. طيب جزيئات الدهون كلنا نعرف الحكايه دي، هل جزيئات الدهون يا اولاد بتبقى عليها شحنات؟ لا، لا تحمل شحنات.
هتعرف تدوب في الميه يا عم؟ لا مش هتعرف تدوب في الميه، فبنقول عليها هيدروفوبيك او كارهه للميه. يبقى احنا عرفنا كمان حاجه، ان عشان ماده تدوب في الميه لازم يبقى عليها شحنات. لو الماده ما عليهاش شحنات مش هتعرف تدوب في الميه. يبقى بعد كده طول ما احنا ماشيين في المنهج، دي القاعده اللي انا بقول لك عليها، طول ما احنا ماشيين في المنهج، لو جبت لك اي ماده بغض النظر عن اسمها بقى عليها شحنات، هتقول لي يا دكتور اه دي عليها شحنات، يبقى هتعرف تدوب في الميه. بالانجليزي بنقول عليها كمان مره هيدروفيليك. جبت لك جزيئ بغض النظر هو مين ولقيت ما عليهوش شحنات، هتقول لي يا دكتور ده بيكره الميه، ده هيدروفوبيك. في كلمه بس اخيره مهمه برضو هنتعرض لها كتير، احنا عندنا يا اولاد مشحون بنقول عليها في الكيمياء كده بولر، وغير مشحون بنقول عليها نون بولر. خلاص المصطلحات دي مهمة لان هي مصطلحات معينة احنا هنستخدم المصطلحات دي، فلازم حضرتك تبقى فاهم. يبقى كلمة مشحون يعني بولر، كلمة غير مشحون يعني ايه؟ نون بولر، غير مشحون. خلاص كده اتفقنا مع بعض؟ يبقى خلاصة الكلام يا اولاد اللي احنا شرحناه ده، اذا كانت المادة بالانجليزي بقى بولر يعني مشحونة يعني عليها شحنات، هتكون هيدروفيلك شاطرين يعني بتحب الميه بتدوب في الميه. اذا كانت الماده غير مشحونه بالانجليزي اسمها هيدرو، سوري بالانجليزي غير مشحون اسمها نون بولر، لو كانت نون بولر غير مشحونه يبقى هتكون هيدروفوبيك كارهه للميه. خلاص كده؟ طيب فهمنا يا اولاد الكلام ده وكتبناه مع بعض. طيب تعالوا بقى نرجع للسلمبرين، انا هستفيد ايه من الكلام ده في السلمبرين؟ تعالوا كده اما نشوف مع بعض. طيب احنا استوعبنا يا اولاد الكلام ده ان شاء الله بسيط ما يكونش فيه مشكله. تعالوا كده نبص مع بعض ان بناء على الكلام اللي انت فهمته ده، تعالوا نبص كده على الرسمه دي. بصوا كده يا اولاد معايا، المركب اللي انا جايبه لحضرتك ده انا عايز اوصفه، ماليش دعوه باسمه دلوقتي، هنفهم اسمه مع بعض، بس عايز اوصفه بس. لو انا شاورت لحضرتك على الدماغ دي، الراس دي طبعا انا عامل لك فيها زي شرط كده عشان اقصد بيها ان الجزء ده عليه شحنات، شحنات سالبه. زي ما اتفقت مع حضرتك من دقيقة، حد شاطر لسه فاكر؟ طالما الحتة دي كده عليها شحنات، مش مهمة بقى سالبة ولا موجبة، هي شحنات سالبة بس طالما عليها شحنات يبقى بنسميها ايه؟ حد شاطر فاكر الكلمة؟ بولر. تمام، احنا لسه متفقين مع بعض، بولر اكتبها بس كده مظبوط. معلش اتفقنا يا اولاد مع حضراتكم دلوقتي ان كلمة بولر يعني ايه؟ يعني مشحون، يبقى الحتة دي بولر. حد شاطر لسه فاكر الكلمة؟ طالما هي بولر يا ولاد يبقى الجزء ده كده هيدروفيلك، محب للمية. انت لسه حضرتك قايل لي كده من دي، قايل لي لو الحاجة دي مشحونة هتبقى بولر وهتكون هيدروفيلك، يعني تعرف تدوب في المية كويس. طيب عظيم جدا. تعالى بص كده على بقية المركب اللي هو الرجلين الزرقاء دي، حضرتك هل شايف على الحتة دي كده أي شحنات؟ هتقول لي لأ. طيب غير مشحون، احنا لسه متفقين مع بعض على حاجة ان احنا بنسميها نون بولر، وطالما الجزء ده معلهوش شحنات او نون بولر يبقى هيكون، حد شاطر فاكر الكلمة؟ هيدروفوبيك، كاره للمية. اتفقنا على الكلام ده من دي. يبقى انا ايه بقى اللي انا ملاحظه يا اولاد؟ انا ملاحظ دلوقتي ان المادة دي كلها على بعض يا اولاد عبارة عن مركب او جزيئ. ده في حاجة غريبة قوي، ده في حتة فيه بولر اللي هو الجزء اللي فوق ده، وفي حتة فيه اللي هي اللي تحت دي ايه؟ نون بولر. يعني المركب ده لا كله بولر ولا كله نون بولر، ده في حتة كده وحتة كده، حتة بولر عليها شحنات وحتة نون بولر اللي تحت دي ما عليهاش شحنات. المركب يا ولاد اللي بالشكل ده بيبقى مميز جدا وبنسميه بقى ايه مع حضراتكم؟ تعالوا نكتب كده الكلمة امفيباثيك. يبقى كلمة يا دكتور امفيباثيك ده يعني ايه؟ يعني مركب فيه جزئين، يعني نفس المركب في حتتين، في جزء بولر وفي جزء تاني ايه؟ نون بولر. هل ده مركب بعينه؟ لا، ده مصطلح عام كده نبقى عارفينه. لما اقول لحضرتك امفيباثيك يعني المركب ده في حتتين، تفهم كده على طول اوتوماتيك. احنا قلنا قواعد كده لو فهمناها هتلاقيها بتتكرر بعد كده بكذا شكل وعلى كذا مركب. لما اقول لحضرتك امفيباثيك يبقى انت شاطر، تقول لي يا دكتور اه كلمه امفيباثيك دي احنا خدناها، يعني المركب ده في حته بولر وفي حته ايه؟ نون بولر. طيب معلش كده يا دكتور، احنا برضو لسه في سنه اولى وعايزين نترجم الكلام كلمه كلمه عشان المصطلحات دي لما نشوفها بعد كده بقى انا عديت عليها مره. ما تيجوا نترجم كلمه امفيباثيك يا ولاد ترجمه حرفيه. كلمه امفي يا ولاد بالعربي كده يعني ذو وجهين. يعني ايه يا ولاد؟
يعني مادة لها وجهين او لها جزئين. عارف كده حضرتك لما بتجيب حزام وتلاقي له وش ازرق، سوري وش بني مثلا وش اسمر، يبقى هو حزام له وشين او له جزئين، صح كده؟ او جاكيت يبقى من بره لون ومن جوه لون. كلمة انفي هنشوفها بعد كده كذا مرة، يعني ذو وجهين. طيب وكلمة باثيك، باثيك دي صفة من كلمة بولر. حد شاطر يا اولاد بقى فهم الترجمة الحرفية للكلمة انفي باثيك؟ يعني ذو وجهين من ناحية القطبية، من ناحية البولاريتي. يعني حضرتك تقصد يا دكتور يعني المركب ده في حتة بولر وحتة نون بولر، ذو وجهين من الناحية القطبية، يعني في جزء بولر وجزء نون بولر، ده معنى كلمة انفي. في حاجة صعبة يا اولاد في الكلام ده؟ كل ده عشان اشرح مع حضرتك المقطع بتاع ايه انفي باثيك، عشان الكلمة دي انا بأسسك في الاول. شوف الكلمة دي بعد كده ابقى انا خلاص تعودت عليها، ابقى انا بعد كده شفتها ما تبقاش بالنسبة لي فيها اي مشكل. خلاص ياريت الكلام ده اولاد، ده عشان احنا شرحناه، ياريت نكتبه عشان ان شاء الله نستوعب الكلام يبقى سهل. عرفنا اولاد كلمة هيدروفيليك يعني بيدوب في المية، محب للمية، ولازم اي حاجة عشان تدوب في المية تكون بولر مشحونة. وعرفنا هيدروفوبيك يعني كاره للمية، وعشان المادة دي اقول عليها ان هي كارهة للمية لازم تكون غير مشحونة نان بولر. ولو انا صادفني مركب زي ده كده في حتة بولر وحتة نان بولر، يعني في الحاجتين في نفس المركب، بسميه الكلمة دي مع بعض سميناها ايه يا اولاد؟ انفي باثيك، ذو وجهين. انفي يعني ذو وجهين، وكلمة باثيك يعني من الناحية القطبية، يعني في جزء بولر وجزء نان بولر. تعالوا نرجع بقى للموضوع بتاع مكونات السلم الامبري، احنا كنا بنشرح الكلمه دي. طيب زي ما اتفقنا يا اولاد مع بعض ان المكون الرئيسي للجدار بتاع الخليه هو الليبيد او الدهون. بالتحديد بقى يا اولاد ده الجزيء اللي انا رسمه لحضرتك ده كده قصادك، ده كده اهو، ده يمثل المكون الرئيسي لجدار الخليه. يعني انا لو جيت قلت لحضرتك كده الجدار بتاع الاوضه بتاعتك ايه الوحدات البنائيه بتاعتك، هتقول لي الطوب، ده اللي بيبني الجدار. طب لو جيت سألت حضرتك ما هو المكون الرئيسي لجدار الخلية، هتقول لي الجزيء ده او المركب ده اسمه ايه كده مع بعض؟ فوسفو ليبيد. يبقى جدار الخلية الوحدات البنائية بتاعته اسمها ايه؟ فوسفو ليبيد. هنشوف لها رسمة دلوقتي كمان مع بعض. طيب يعني ايه يا دكتور كلمة فوسفو ليبيد؟ من اسمها كده ده شكل المركب، عبارة عن هيد كده، عبارة عن دماغ كده زي ما حضرتك شايف، شبه الدماغ كده، اللي هي مجموعة الفوسفيت. ودي بتحمل ايه زي ما حضرتك شايف؟ بتحمل شحنات سالبة. احنا لسه متفقين مع بعض ان طالما المركب عليه شحنات يبقى هنقول عليه ايه؟ بولر. يبقى جزء الفوسفوليبيد ده عبارة عن جزئين، ده الجزء الاولاني عبارة عن هيد كده او دماغ كده مصنوعة من الفوسفيت، فبنقول عليها كده بولر عشان هي عليها شحنات سالبة، فوسفيت هيد يعني دماغ مصنوعة من الفوسفيت، وبما ان عليها شحنات فاحنا بنقول عليها ان هي ايه؟ بولر. تمام. طيب والجزء ده كده الازرق ده تحس ان هو شبه الديل، فبيقولوا عليها اولاد ايه؟ تيل، ديل. الديل ده مصنوع من ايه؟ مصنوع من الدهون، ليبيد. طب انا ما عارف اصلا من غير البايو من غير اي حاجة هل الدهون يا اولاد عليها شحنات؟ لا، الدهون دي نان بولر، فبيقولوا عليه كده نون بولر يعني معلهوش شحنات، ليبيد تيل. طب المركب كله على بعض اسمه ايه؟ الاسم اللي انا كاتبه لحضرتك ده فوسفو ليبيد. يبقى كمان مره كده مع بعض يا اولاد، تعالوا نكتب عليها كده بالعربي اهي، الوحده البنائيه لجدار الخليه. لو جه سال حضرتك، وده اول سؤال ممكن حضرتك تشوفه في الام سي كيو، هي الوحدة البنائية لجدار الخلية، أهم شيء بيكون جدار الخلية. مركب كمان مرة مع بعض عشان نحفظ اسمه فوسفوليبيد. طب المركب ده عبارة عن إيه؟ رسمناه مع بعض أهو، عبارة عن جزئين يا دكتور، عبارة عن هيد أو دماغ، الدماغ دي مصنوعة من الفوسفيت وهي تحمل شحنة مشحونة نقول عليها بولر، وعبارة عن ديل، الديل ده عبارة عن دهون لا يحمل شحنات فبنقول عليه نون بولر يعني لا يحمل شحنات، ليبيد تيل. طيب في حد شاطر بقى يا اولاد مصحصح معايا كده من اول المحاضره، المركب ده يا اولاد الفوسفوليبيد في جزء بولر اللي هي مجموعه الفوسفيت، وفي جزء نون بولر اللي هي الليبيد. حد شاطر يا اولاد ممكن يساعدني ويوصف هذا المركب؟ يبقى انا كده ممكن اسمي المركب ده الكلمه اللي انا لسه سامعها من حضرتك من دقيقه، انفي باثيك. فاكرينها يا اولاد الكلمه دي؟ لسه واخدينها من دقيقه فوق اهي.
النيرونات كلمه امفيباثيك يعني في جزء بولر جزء مشحون وجزء غير مشحون نون بولر. يبقى الفوسفوليبيد وصف ليها انها امفيباثيك يعني فيها حته بولر مشحونه وحته نون بولر. عشان كده هو لما جه شفت بقى نرجع للكلام بتاعنا لما جه يا اولاد بيشرح مكونات السيل ميمبرين ام جاي قايل لي ايه اول حاجه؟ قال لي امفيباثيك ليبيد. قصده على ايه بقى؟ نكتب عليها كده الفوسفوليبيد. وفهمنا احنا خلاص بقينا شاطرين وفاهمين مع بعض يعني ايه امفيباثيك دي. خلاص طيب تعالوا نبص كده شايفين يا اولاد ده المركب اهو اللي انا بشاور لحضرتك عليه ده الوحده البنائيه لجدار الخليه. حضرتك شايفه بيتكرر كذا مره اهو نفس الجزئيه. طب عباره عن ايه؟ احنا لسه شايفينها مع بعض. عباره عن دماغ. الدماغ دي اهي دي كده انا بعلم لحضرتك عليها دي مصنوعه من الفوسفيت. طيب عباره عن ديل. الديل ده مصنوع من ايه؟ من الليبيد. يبقى المركب ده على بعضه اسمه ايه؟ اسمه فوسفوليبيد. طيب في حاجه كمان يا اولاد حد شاطر ملاحظها في الترتيب ده هو جدار الخليه مبدئيا كده قبل ما نفصل الجزئيه دي عباره عن كام طبقه او كام لير. كلمه لير دي يعني طبقه. بص حضرتك كده يعني انا فهمت خلاص ان الفوسفوليبيد هي اللي مكونه جدار الخليه بس هما متوزعين ازاي؟ متوزعين في طبقتين ده الطبقه الاولانيه ودي الطبقه الثانيه. عشان كده لما جه يوصف لحضرتك جدار الخليه قال لك ايه بقى؟ فوسفوليبيد لانها الوحده المكونه لجدار الخليه. باي لير. باي يعني اتنين. لير يعني طبقة. باي لير يعني هو عبارة عن كام طبقة؟ عبارة عن طبقتين. بقى أنا عشان أبقى بوصف السيل ميمبرين وصف محترم بقول عليه كده فوسفوليبيد دي الوحدات البنائية بتاعته. باي لير يعني عبارة عن طبقتين. طيب عشان نأكد برضه يا أولاد على نفس الكلام عشان حضرتك تبقى مستوعب شكل الخلية عاملة إزاي أنا جايب لك خلية أهي دي سيل خلية أي خلية بقى تمام وده الجدار بتاعها. احنا في معلومة عرفناها قلناها من دقيقة لما تبص على الجدار كده هتحس ان هو ايه هل هو طبقة واحدة ولا طبقتين شاطرين زي ما هو باين كده عبارة عن طبقتين. عشان كده لما جينا وصفناه حالا كنا قايلين عليه ايه باي لير يعني غشاء مزدوج يعني عبارة عن طبقتين. الله ينور تمام. طيب انا جاي واخد حتة من الغشاء ده اهو كده ومكبره بالمنظر ده كده لقيته فعلا عبارة عن طبقتين دي الطبقة الأولانية ودي الطبقة التانية. طيب في حد شاطر يا اولاد خد باله الوحده البنائيه دي اللي هي بتكون جدار الخليه سميناها ايه؟ فوسفوليبيد لسه واخدينها حالا مع بعض. طيب ماشي ما انا الكلام ده كله انا عارفه لسه قايله لي قصدي. ما احنا ليه راسمين الرسمه دي؟ احنا راسمين الرسمه دي عشان بس انبه حضرتك هما متوزعين ازاي؟ ما انا لو قلت لك فوسفوليبيد باي لير يعني عباره عن طبقتين من الفوسفوليبيد بس مترتبين ازاي؟ يوصف لي الموضوع ده بعد اذنك. لو حضراتكم يا اولاد واخدين بالكم ده كده تعالى نعلم عليه كده ده كده الدماغ دي يا اولاد بتمثل ايه؟ صح مش احنا لسه قايلينها من دي بتمثل الفوسفيت. طب حضرتك معلش كده ده الفوسفيت تمام. حضرتك معلش كده دي خليه. الخليه يا اولاد جواها من جوه ميه اللي هو السيتوبلازم بيبقى عباره عن ميه كده موجوده جوه الخليه. والخليه يا اولاد دايما يعني سبحان الله جعلنا من الماء كل شيء حي. الوسط بتاع الخليه يا اولاد جوه الخليه بيبقى حواليه برضه الخليه ميه بيقولوا عليه السائل اللي هو اللي بره الخليه تاخدوه في الفسيولوجي. الفكره اللي انا عايز اوصلها لك ان سواء جوه الخليه زي ما حضرتك شايف كده او بره الخليه في ميه بتحوطها من بره سائل بيبقى معظمه ميه وجواها برضه السيتوبلازم سائل برضه معناه ميه. يبقى انا سواء بره او جوه عندي ميه. يبقى لو انا واخد بالي بقى وشاطر واستوعبت الكلام اللي احنا شرحناه لازم الاجزاء الخارجيه يا اولاد اللي هي يا اما باصه ناحيه بره ناحيه الخليه من بره يا اما ناحيه جوه لازم تكون ايه؟ لازم تكون بولر لازم تكون مشحونه اللي هي مجموعات الفوسفيت. يبقى الفوسفيت هيت زي ما احنا هنقرا الوصف دلوقتي ار فيسنج اوتورد. يعني ايه يا اولاد اوت وورد؟ يعني بصه زي ما حضرتك شايف كده ناحيه الاطراف ناحيه بره زي ما يكون ده ساندوتش وده الغلاف بتاعه من بره اوت وورد. امال يا اولاد الممبرين بقى من جوه اللي هو الجزء الداخلي بتاعه اللي هي الحته دي كده هجيب بقى الاجزاء اللي هي دي كده يا اولاد اللي هي مين؟ دي اللي هي الليبيد. اتفقنا مع بعض الليبيد اللي هي بتكون نون بولر. طالما هي نون بولر يبقى اخليها فيسنج او تواجه ان سايد يعني اخبيها ناحيه جوه.
يبقى انا اولاد وانا بوزع الفوسفوليبيد في الجدار بتاع الخليه، انا راعيت ان الخليه من حواليها ميه ومن جواها ميه برضه، فخليت الحاجات الهيدروفيلك، احنا بقينا شاطرين في الكلمه دي، اللي هي بتحب الميه اللي هي الفوسفيت، خليها ناحيه بره. والاجزاء اولاد اللي هي بتكره بتكره الميه، سوري، اللي هي الهيدروفوبيك اللي هي الدهون اللي هي دي كده اللي انا بشاور لحضرتك عليها، خليتها ناحيه جوه. يبقى تعال بص على الرسمه دي تاني، بص كده، سوري معلش. يبقى انا راعيت يا اولاد، بصوا كده الرسمه دي، وانا برتب الجدار بتاع الخليه ان انا امشي مع الكلام اللي حضرتك قلته، يعني خليت الاجزاء البولر اللي هي مجموعات الفوسفيت بصه ناحيه بره، والاجزاء النون بولر اللي هي الليبيد موجوده ناحيه جوه. بص كده حضرتك برضو نفس الكلام في الرسمه دي، تعالى نقرا بقى. بيقول لك امفيباتيك ليبيد، احنا يعني شاطرين وعرفنا الكلمه دي، كومبوننت اوزا ممبرين، مكون بتاع السيل ممبرين. The polar head are facing outward. يا ريت نكتب على البولر هيد يقصد بيها مجموعات الايه؟ الفوسفيت. ما هي دي اللي facing outward اهي، يعني بصه ناحيه بره. ونون بولر تيل اللي هو الديل ده، حضرتك شايفه كده معايا الاجزاء دي كده. ار فيسنج ايتش اذر، يعني باصين لبعض اهو، الجزء ده وده كده قصاد بعض. نون بولر تيل ده اللي هو الليبت، يبقى الفوسفيت ناحيه بره والليبت ناحيه فوق. خلاص يا جدع، هنكتفي مع بعض في المحاضره دي بالجزء ده بحيث نستوعبه ونذاكره كويس. دي ان شاء الله اول محاضره هناخدها في الكليه باذن الله، فحاولنا كده ان احنا نبسطها ونشرحها مع بعض عشان ان شاء الله لما نبدا يبقى اول محاضره احنا واخدينها وما يبقاش فيه ان شاء الله بالنسبه لنا اي مشكله. تعالوا كده بنعدي مع بعض على الكلام البسيط اللي احنا قلناه النهارده. احنا في المحاضره بتاعتنا يا اولاد بدانا كلام بالديفينيشن او التعريف بتاع ايه البيولوجيكال ممبرين. قلنا ان ده غشاء بيحوط الخليه من بره، بيفصل الخليه دي عن الخلايا المحوطه بيها، وان في كمان جدران اهي جوه الخليه بتفصل لي الخليه الى اجزاء، كل جزء مستقل عن التاني، وان ده مهم عشان العمليات الحيويه اللي جوه الخليه تبقى منفصل عن العمليات الحيويه اللي براها، وكل غرفه جوه الخليه او كل جزء او كل عضيه تبقى مستقله بعيد عن التاني. قلنا لما يجي حد يسالني على مكونات السيل ممبرين لازم اراعي الترتيب، لازم اقول ان اهم حاجه واول حاجه اللي هي منتشره في السيل ممبرين في الجدار بتاع الخليه هي الفوسفوليبيد، وعرفنا الوصف ده اللي احنا هنراجعه دلوقتي اللي هو امفيباتيك، يعني في جزء بولر وجزء نان بولر. تاني مكون البروتين لسه ما اتكلمناش عنه، وتالت مكون هو الكربوهيدرات لسه برضه ما اتكلمناش عنه. بالمناسبه يا اولاد سينجر اند نيكلسون موديل ده حاجه هناخدها ان شاء الله في المحاضره الجايه اسمها فلويد موزايك موديل، ان شاء الله هنتكلم عنه في المحاضره الجايه باذن الله. طيب لما نيجي نتكلم مع بعض يا اولاد، قلنا يعني ايه بقى امفيباتيك دي، شرحناها لوحدها كده وكتبناها مع بعض. قلنا هيدروفيلك يعني بيحب الميه، يعني هو بولر مشحون عليه شحنات. هيدروفوبيك يعني بيكره الميه، نان بولر ما عليهوش شحنات. وقلنا ان انا لو صادفت مركب زي الفوسفوليبيد كده لقيت في حته بولر وحته نان بولر على بعضه هقول عليه ان هو امفيباتيك، يعني في جزء بولر وجزء نان بولر. وان الجدار بتاع الخليه جدار مستوج ومترتب على شكل طبقتين، الاجزاء اللي هي الصفرة دي الفوسفيت البولر بصه ناحيه بره اهي، والاجزاء الليبيد اللي هي الدهون النون بولر دي بصه ناحيه جوه. بص يا اولاد، اتمنى ان شاء الله نكون استوعبنا الجزء البسيط بتاع محاضره النهارده، وبالتوفيق ان شاء الله يا رب، وعند راسي موفق لكم باذن الله. السلام عليكم.